ميكانيكي اخصائي في القانون مده 30 سنه، وتنخدموا مع الوليدات كلهم والناس الكبار اللي عندهم جميع الاعاقات ولا اضطرابات في النطق، منهم الناس الكبار هما اللي كيمشي لهم الكلام، وبحال دوك الناس اللي كيديروا شلل نصفي وكيمشي لهم الكلام، والناس الوليدات اللي كيتمتموا، والوليدات اللي عندهم مشاكل في التندروس، والوليدات اللي عندهم مشاكل في التركيز والانتباه، والوليدات اللي عندهم مشاكل تاع الحفظ والذاكره، يعني جميع الحالات اللي يكون عندهم مشاكل في النطق او مشاكل في اكتساب التعلم المدرسي. الوليدات اللي كنخدموا معهم هما الاغلبيه دروك اللي كنشوفوا اللي كنتمنوا انه ان شاء الله باش يكون المسج ديالنا وصل، هو الوليدات اللي كيكون عندهم توحد. هاد الوليدات كنعرفوا بانه هادي 31 سنه كانوا قلال في المغرب، ودابا هاد التوحد كثر بزاف في المغرب. السبب ديالهم الاسباب ديالهم هما التلفاز، كيحطوا هاد الوليدات بكري في سن مبكر جدا، في 4 شهور 3 شهور، حتى انه شفنا بعض الوليدات اللي تحطوا على شهرين قدام التلفازة، اغلبيه الجنة ولا قنوات تاع بحال القنوات نتاع الاطفال، وهذا الشيء كيخلق عند هذوك الوليدات قبل ما يتعلموا النطق تيوليو كيتعلموا من التلفازه داك اللغه نتاع التلفازه، يعني تيولي عندهم داك الكلام ديالهم كلام تاع التلفازه. نعطي مثال، هما بحال هاد الوليدات اللي مثلا حتى تقدم قناه انجليزيه واخا تهضر معاه بالدارجه ولا بالفصحى ولا الفرنسيه، مي تهضر معاه باللغه اللي كيعرف هو الانجليزيه، مثلا قلت ليه تفاح ما يفهمكش، قلت ليه تفاحه ما يفهمش، ولكن قلت ليه ابل تيقول لك ابل، يعني كيهضر باللغه نتاع التلفاز. وهكذلك اللي تعلموا الفرنسيه الا قلت ليه بنانه ولا موزن ما كيفهمكش، ولا قلت ليه اون بانان تيقول لك بانان، هنا كتعرف بانه هذا الشيء عندهم مكتسب، لانه اللغه اللي اكتسبها من التلفازه. ولهذا الوليدات قبل ما تيكونوا اجتماعيين، يعني طبيعيا خصهم يكونوا هكاك، تيتعلموا اللغه قبل ما تيكونوا اجتماعيين. داكشي علاش ما تيكونوش اجتماعيين، حيت تعلموا اللغه بلا ما يكونوا اجتماعيين، وتيتولي عندهم ديك اللغه، يعني اللغه نتاع التلفاز، وتيولي عندهم اضطرابات في السلوك، ما تيكونوش اجتماعيين وما كيتحاورش مع الانسان. علاش؟ علاش؟ لانه هما تيشوفونا حنايا بحال التلفازه، تيولي عندهم حنا هما داك لو مون فيرتويال. وحاجه اخرى، عندهم داك العالم الحقيقي هو اللي اكتشفوا اول مره اللي عرفوا في الحياه ديالهم اللي تزادوا هو التلفازه، هذاك هو تيولي عندهم لو موند غيال، اللي هي بالعكس الانسان الطبيعي تيكون عنده لو موند غيال، هي الام ديالتو، الوسط ديالو الاجتماعي، والكلام اللي كيهضر فيه، هذا هو العالم الحقيقي. ملي كيجي التلفازه كتكون عنده ديك التلفازه وسيله الترفيه، هي لو موند فيرتويال. الوليدات الاخرين تيكون عندهم العكس، ولهذا يعني كاين واحد ريكومونداسيون كنتمناو انه الناس يحاولوا باش ما يحطوش ولادهم بكري قدام التلفازه، يعني على الاقل حتى يتعلموا اللغه الكلام ويكونوا اجتماعيين. اول انسان، اول حاجه الطفل خاصو يكون اجتماعي باش يتحاور مع داك الاخر، باش يكون واحد اللغه، يعني حتى تيكون اجتماعي، الا ما كان اجتماعي ما غاديش يكون واحد اللغه. ولهذا يعني حنا كنناشدوا الناس ما يحطوش ولادهم قدام التلفازه مبكر حتى يكتسبوا اللغه، يعني على الاقل ما بين 3 سنين حتى 3 سنين عادي يحطوا شي شويه، واحد الوقت محدد وقدام قنوات اللي هي ما فيهاش الحاجه اللي كتعاود ديك النمطيه، باش ما يعطوناش هذيك الحاله النمطيه او لا توحد او لا يكون عندهم الافراط في الحركه او لا عدم التركيز والانتباه او لا اضطرابات سلوكيه. لانه الا حطيناهم قدام التلفازه بكري تكتسبوا منها هذاك الشيء بالتلفازه، هذوك العادات اللي هي ماشي حميده، وتتبقى في الحياه ديالهم كلها مضطربه. ولهذا حنا كننصحوا بانه الوالدين ما يحطوش ولادهم لا قدام التلفازه ولا الطابليت ولا التليفون حتى تفوت 3 سنين، 3 سنين ونص تيكون تيهضر مزيان، ولا حتى تنحطو بواحد الوقت يعني محدد من ساعه، وتكون شي قناه اللي هي مثلا فيها الحيوانات بحال ناسيون جيوغرافيك تاع لي زانيمو، بحال شي حاجه اللي هي كتكون حقيقيه، ما تكونش حاجه وهميه، يعني ماشي نحطو قدام صور متحركه وكتمشي بواحد السرعه كبيره بزاف ما كيقدرش يستوعبها المخ، وفيها النمطيه، هذيك النمطيه هي اللي كدير لهم هذاك الشيء، كدير لهم بحال اللي في نص تيولي الطفل كيكون قدامك ولكن عايش في العالم ديالو هو. ولهذا انا النداء ديالي باش يكون الوليدات ما يحطهمش قدام التلفازه بكري،
وما يعطوهمش الالعاب الفيديو بكري، يعني على الاقل على الاقل الالعاب حتى يفوتوا 6 سنين، حتى يفوت يدخل من المدرسه، والانترنت حتى ما نعطيوهالش بكري حتى يفوت 1 سنين، يعني على الاقل 5 سنين الفوق. وهالشي هو اللي دابا كنشوفو حنا، كنا ديك الساعه كنشوفو هادي 30 عام هاد الحالات واحد جوج في العام، في العام دابا راه 98% نتاع الحالات لي كونسلتاسيون اللي عندنا هما هاد الولاد اللي عندهم اضطرابات السلوك، يعني هما التوحد، هما الافراط في الحركه، هما عدم التركيز والانتباه، عدم الحفظ، العنف، يعني هادشي كلشي هو اللي كنشوفو دروك. اغلبيه دروك هما هاد الولاد اللي عندهم هادشي. ديك الساعه من قبل لا، كان عندك ولادات اخرين العاديين، اعاقه حركيه، اعاقه حسيه بحال داك اللي ما كيسمعوش، اعاقات ذهنيه، تاخر ذهني، هادو ما كنا كنشوفو. دروكا اغلبيه الساحقه نتاع المرضى ديالنا هما الولادات اللي عندهم اضطرابات في السلوك، يعني تي اس ا، تروب دي سبيكتر اوتيستيك، اضطرابات في التركيز والانتباه، هادو هما الحالات الكثيره. وحنا تنتمنوا باش الوالدين ما يحطوش ولاداتهم قدام التلفازه مهما كانت الظروف، واخا نعطيه هنا غير شي حاجه يلعب بها، ولا نخليه معايا، نخليها معايا في البيت ولا شي حاجه، المهم ما نعطيش التلفازه. واخا حدايا راه كيسمعني كنهضر، كنتحاور معاه، كنهضر معاه، وهذاك هو احسن احسن حاجه. والا الا كنحطو قدام التلفازه راه كنكون كنعرضو باش يكون عنده اعاقه مدى الحياه، مدى الحياه بيكون معاق، وبيكون عالة على الاسره، وبيكون عالة على المجتمع، وصعيب باش تحيدوا من هذيك الحاله. حنا الحمد لله دابا كنجحوا بواحد النسبه كبيره بزاف مع هاد الوليدات، باش ظرف وزيج انه كنرجعوهم كيولوا شويه اجتماعيين، تيولوا كيكون واحد الهضره وتيتكلموا وداكشي. الحمد لله عندنا واحد النجاح كبير مع هاد الوليدات اللي عندهم توحد، هاد الوليدات اللي عندهم اضطرابات السلوك، وهاد الوليدات اللي عندهم مشاكل في التركيز والانتباه. يعني الحمد لله عندنا واحد النجاح كبير كبير جدا. ولكن حنا تنبغيو الوقايه، دائما الوقايه راه كتكون احسن من العلاج. الوقايه كتجي من الوالدين، الوالدين تيخصهم، ماشي تقول انا الام تقول انا عندي واحد الشغل نحط ولدي قدام التلفازه حتى نقضي الشغل، لا، نخليه معايا احسن ليا، ولا نخليه حتى يلعب شي حاجه احسن ما تحطو قدام التلفازه، ولا تعطيه التليفون، ولا تعطيه التابلت، ولا تعطيه البيسي، ونخليه واحد المده. وحتى حاجه اخرى هو انه في ليكريش نحاولوا باش الا كانت شي كريش ما نحطوش الولادات الا كانت لا كريش تيطلب لهم التلفازه، لانه الطفل كيبقى في لا كريش واحد المده طويله في الصباح كله حتى العشيه، الا كانت لا كريش كدير لهم تاع التلفازه راه مساله صعيبه بزاف. ولهذا نكون كنرد لها على هذه المساله نتاع اش الوليد ديالي كيتلقن، الا كانت لانه بعض الوالدين مساكن كيسحابو ماشي كيدو ولادهم لاكريش، وكاين بعض لاكريش اللي ما واعيينش كيحطوهم قدام التلفازه، وداكشي وداكشي صعيب. تيوليو يرجعو عندنا نيت نفس المساله، انه بحال شاف التلفازه في الدار ولا شاف لاكريش بحال بحال عطينا هاد المشكل. يعني النصيحه الاولى هو الوالدين يهتموا اكثر بالولاد ديالهم، ما يحطوهمش قدام التلفازه، وإذا كان لقاو فيه شي ضربات السلوك ما يتعطلوش فيه، باش ما داكشي عجنها بكري، باش ما كيكون احسن. يعني الا جا عندنا داك الوليد في عامين شفتو ما كيهضرش، شفتو عند الاعراض بعد السلوك، يعني الاعراض هما كانت الاعراض نقولوا ولا جوج اللي هما مهمين بزاف. اشنو هما الاعراض؟ الاولين هو ماشي اجتماعي، الاعراض الثاني هو ما كيتواصلش، يعني ما كيهضرش معاك، ما كيتواصلش معاك لا بالعينين لا بالاشاره ولا هذا. الاعراض الثالثه هما تيكونوا فيه حركات متكرره، وتيكون محدود في الاهتمام ديالو، تيسد واحد اللعبه تيبدا كيلعب فيها النهار كله. الا كانوا هاد الاعراض خاص الوالدين يمشيو بكري يدوزو عند الاختصاصيين طب الاطفال، بيدوبسيكياتر، ويدوز باش ما تعالج بكري، باش ما تيكونوا الاعراض يعني كتبقى معاه قليله بزاف، يعني كيتحسن لا من ناحيه النطق، لا من ناحيه كيكون اجتماعي، لا من ناحيه التعلم، وكيدخل الروض مزيان وكيتحسن بكري. يعني قبل من 3 سنين كان احسن، وقبل من 5 سنين حتى هو مزيان، لانه مازال ما تكونش الشخصيه ديال هذاك الطفل. اما الى بقينا كنقولوا لا يخليه دابا يهضر، دابا يتقاد، دابا يتحسن، ملي كيوصل 5 سنين راه تيكون بزاف الحوايج ترسخوا ليه في الشخصيه ديالته، وتيكون صعيب باش تحيدها ليه، يعني من ناحيه نتاع السلوك ديالو. ولهذا باش ما انا النصيحه ديالي باش ما شفتو شي سلوك بغير يعني شفتو الطفل مهدن بزاف، خاصك تطرح واحد علامه الاستفهام، علاش مهدن بزاف؟ واش ما كيسمعش؟ واش عنده اضطرابات السلوك؟ واش ماشي اجتماعي؟ خاصني نبادر باش نشوف السبب نتاع هاد، لان الطفل خاصو يكون كيتفاعل مع المجتمع ديالو ضروري جدا جدا جدا.
الا ما كانش كيدفع خصني نشوف السبب. ولهذا تنصح انا الامهات باش فين ما شافوا شي علامات اللي هي كتبين بين الطفل معطل يشوفوا، ملي يكون ديك الساعه لقاو بانه الحمد لله ما كاين والله ماشي مشكل، ولكن لك الخو المشكل خصهم يبادروا بالعلاج ديالو بكري قبل من 3 سنين فهو احسن. وهذا الشيء اللي غادي نقول ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق والله يحفظ جميع ولادنا جميع المسلمين. التوفيق ان شاء الله.